كنت فين طول النهار؟ جاتك البلا دي قهوة تشرب دي؟ هي القهوة ناقصها سكر يا مرشدي بيه؟ لا ناقصها الايدين الحلوين اللي تخليها مسكرة حتى لو كانت من غير سكر. انجر من وشي، جاتك الغم وشوشكو تقطع الخميرة من البيت. بقول لك كنت سايب المصنع فين طول النهار؟ انت عايزك عشان نخلص شوية حسابات. انت كمان هتقررني، ما كفاية عليا امك في البيت. خلاص ما تزعلش نفسك قوي كده، انا بس كنت عايزك تعرف ان احنا بكرة هنورد للبنك 150 الف جنيه بتوع مبيعات الاسبوع. على اخر الشهر ان شاء الله هنسدد قيمة القسط الثالث بتاع القرض اللي خدناه للتوسعات الجديدة. سلامة، ما توجعش دماغي يا ابني بالكلام ده. انا عملتك مدير مالي واداري ليه؟ انا ما بفهمش في الحاجات دي، اتصرف انت. وحد بيحاسب وراك؟ امال بعت لي ليه؟ عارف انا كنت فين النهارده؟ وانا لو اعرف كنت هسألك. كنت عند ولادي المرحوم سالم. تتكلم جد يا بابا؟ صحيح؟ معرفش بقالهم كام يوم هفين عليا ووحشني قوي. قلت لنفسي ده ملهمش حد غيرك يا مرشدي بعد ابوهم. رحت واخد معايا شويه حاجات ورحت لهم. ما انت عارف الحكايه مزنقه قوي مع امهم. بالذمه ده كلام؟ ده كلام؟ مش كنت حضرتك تقول لي كنت جيت معاك؟ تيجي معايا تعمل ايه؟ ولا سلامة، انت ايه حكايتك بالظبط؟ بصراحه يا بابا، بصراحه انا بحب فرح بنت عمي سالم قوي. شايف انها بنت مهذبه وجميله وكفايه انها من لحمي ودمي. كنت بفكر يعني كنت بفكر لو ممكن اخطبها بعد ما تخلص مدرسه وتدخل الجامعه. ايه في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ يا ده انا فرحان بيك، ده انا كنت فاهم ان انت ما بتفهمش في صنف الحريم كله، بس طلعت واد صاحب مزاج عالي قوي. اه كده؟ ها؟ هي دي البنت اللي تناسبك وتشرفك واولادها يشيلوا اسمك، بنت متربيه ومن عيله. بجد يا بابا؟ يعني حضرتك موافق؟ مش مهم انا، المهم امك. ما انت عارف سيرة فاتن بيجيب لها ارتكاريا وتخلي امشير بزعابيبه يجي لها قبل اوانه. بس ما تقلقش، سيب لنا الحكايه دي. على ما فرح تمتحن الثانويه وتدخل الجامعه اكون انا مهدت لك الحكايه دي مع امك. ولا يهمك. عشان خاطر يا بابا، انت ما بتعرفش انا بحبها قد ايه. وانا كمان. هي مين دي؟ فرح بنت فاتن. ما هي زي بنتي بالظبط. بس اسمع سلامة، اوعى تجيب سيرة لأمك انها رحت لفاتن وولادها البيت. بعدين يا ابني الطربقة على دماغي، خليني اعرف ادخل على الولاد واخرج واوصل صلة الرحم وربنا يقدرني. طيب وتوحة؟ ما فرح ممكن تروح تقول لتوحة، وتوحة دي عيلة ممكن تروح تقول لماما. ما تخافش، انا عارف ايه اللي سكتها. ما تعرف اختك. يا سلام على رقتها وحلاوتها. كل الستات بتعدى عليهم السنين يكبروا ويعجزوا الا هي، كل سنه بتظهر وتحلو عن السنه اللي قبليها. هي مين دي؟ فرح بنت فاتن.